جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. وصول القوات الخاصة واللي نأكد لأنه وصولهم كان في وقت قياسي ومهم وجنبنا كارثة أكبر بكثير مما حصل. هنا انطلاق عملية دخول المتحف، هذه عملية إجلاء السواح وزوار المتحف من طرف وحداتنا الأمنية المختصة بالتزامن طبعا مع القيم العناصر الأخرى من الوحدات الأمنية بمطاردة الإرهابيين. هذه وحداتنا الأمنية تحكي مع أحد الأدلاء السياحة دليل سياحي اللي كانت له شجاعة باش يتنقل ويدل أعواننا ورجالنا على مكان تواجد الإرهابيين وتنقل معهم في اتجاه المكان، حيوه على شجاعته بالمناسبة. هذه صور لبعض السواح اللي كانوا متحصنين داخل أحد الفضاءات في المتحف واللي قام وحداتنا الخاصة بإجلائهم وإبعادهم عن مسرح العمليات باش ما يتعرضوش لأي أذى. وهذا كل قاعد يصير بالتزامن مع مطاردة وملاحقة الإرهابيين في المتحف. هذا أحد الجرحى اللي شفتوا كيفاش وحداتنا المختصة قامت بجلبه من موقع الإصابة وتم نقله عمتنا بلونكار في الوقت المناسب للإسعاف. تسمع في أصوات إطلاق الرصاص، وهذا يؤكد أن العملية جارية بالتزامن مع إجلاء الزوار المتحف. ثم باش تشاهدوا بعد لقطات هذه عملية إطلاق الناب. هذه عملية إطلاق الناب لمطاردة الإرهابيين باش يتصاب الناب. هذا رد الفعل متاع الإرهابي اللي كان متواجد في مكان الأعلى تجاه الناب. هذا الناب بعد قتله من طرف الإرهابي كنت تسمع في كثافة إطلاق النار. هذه القضاء، لحظة القضاء الإرهابي الأول. شوفوا الشجاعة وشوفوا البسالة وشوفوا الرجولة متاع أبنائنا من وحدات مختصة. هذا الإرهابي الأول، هذاك الحزام الناسف اللي كان يرتديه على مستوى خصره، هذاك سلاح كلاشينكوف اللي تم استعماله. هذا الإرهابي الثاني سلاح الكلاشينكوف بين ساقيه. هذه الرمانات، الرمانة اللي كان
ينوي استعمالها. هذا مولادنا يهنئون أنفسهم على القضاء الهرابيين. شوف محلها اللقطة، تونس 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 تونس، فلتحيا تونس وكلنا تونس. هذه فيديو من نجمه كان نقوله برافو للرجال والوحدات المختصة اللي قامت بتنفيذ العملية. جوهرة FM.